ابراهيم عيسى ولو كل الاحترام كشخص ولم تتحرك نقابه الاعلاميين. بقول ده بصوت عالي، بقول ده بصوت عالي، بقول ده لان دي حقيقه، ولان ما ينفعش ابدا راجل بيعلق على مباراه يعني ما فيهاش اي حاجه الكلام اللي هو قاله كابتن مدحت شلبي، لا فيها كلمه خارجه ولا لفظ خارج ولا اي حاجه. يعني ايه الزبون؟ ما قالها 100 مره، الزغلول ده قاله 9000 مره. ما هياش الحكايه اللي تعمل الهيصه الكبيره دي ونقابه الاعلاميين تطلع بيان ويبقى احنا بنقول ان في عشرات الشكاوى واكثر من 20 شكوى ولا 30 شكوى. خلي بالكوا من حاجه، دكتور طارق ساده قال ان في تقرير في 20 صفحه، تقرير في 20 صفحه عن المرء ان تخطي الدكتور مدحت شلبي او يعني تجاوز الكابتن مدحت شلبي لميثاق الشرف الصحفي. وانا مش عارف، احنا كلنا اتفرجنا على المساله في بيوتنا، الماتش في بيوتنا، وسمعنا تعليق كابتن مدحت شلبي طبعا قليل قوي اللي سمع حد البطيشه يعني. فكل الناس بتحب مدحت شلبي وبتحب تعليقه وفاكراه، واي حاجه بيقولها كده ولا فاكراه له مفرداته، فاكراه له مباراه ماتش الكونغو اللي تاهلنا لكاس العالم وبكائه، فاكره عبد الله السعيد خد شقه جنبك يا ابني، فاكره كل حاجه، فاكره بيبو وبشير، فاكره له كل مفرداته، فاكره له الحطه والبطه والقطه والنطه وشوت بقى شوت بقى وهكذا يعني. الفكره ان الناس بتعمل من الحبه قبه، بتعمل من الحبه قبه، وبتكبر الامور بشكل غير طبيعي. فالنهارده لما يطلع يعني الاعلام فقط عن الدحيم مع مدحت شلبي، طب الاعلام بقى ده ايه العقوباته؟ قال لك وارد، كلام بقى من الدكتور طارق سعد، وارد الانذار، وارد الايقاف شهر اثنين ثلاثه سنه حسب ما يتراءى للجنه التحقيق، او وارد الغاء التصريح بان هو يشتغل اعلامي. كل ده قاله الدكتور طارق سعد، اللي انا عاوز اكد عليه حاجه مهمه جدا، ان الكره والرياضه ما هي يعني فيها متعه، فيها متعه. هو الكابتن لطيف لما كان بيقول له شوت بقى شوت بقى وجول، الكابتن لما قال له مش عارف ايه يا علاء، كابتن علاء الحموني لما قال له مش عارف ايه يا عادل، ماشي لما دخلت من بيرج لين عادل مأمور، في مفردات بتطلع غصب، لكن كابتن مدحت شلبي ما قالش المفردات دي ولا قرب منه. طيب كلمه الزغلول اللي عامله قلق، اللي عامله قلق، يعني ايه حط الزغلول لمعلول؟ او معلول حط الزغلول اللي هو الجون يعني. طيب الزغلول وفقا لتعريف المعجم زميلنا العزيز سامي عبد الراضي مدير تحرير جريده الوطن المحترمه والاستاذ محمود مسلم رئيس التحرير المحترم، سامي عبد الراضي قال لك الزغلول في المعجم، كتبها لسه شايفها على صفحتي دلوقتي واخدها منه. قال لك جمع زغلول زغليل، والزغلول هو الخفيف الروح، يعني هو كابتن مدحت عاوز يقول ان يعني علي معلول خفيف الروح ماشي، او ان اللعبه خفيفه جميله، والزغلول هو الطفل، والزغلول نوع من البلح، والزغلول فرخ الحمام، وزغلول الحمام فرخه، ومعلول بيحب الزغلول. ايه القضيه يعني؟ مفيش هنا اي كلمه خارجه ولا اي لفظ في اي حاجه خارجه. كلمه الزبون اللي قالها على محمد ابو جابر خبطت في الزبون ودخلت، يعني هو انت لما بتبقى خسران او مرتكب خطا ساذج ماشي، هو الافيه ماشي كده، الافيه ماشي كده. وهل طيب ده ولا اللي وصف جمهور عظيم بان هم نازلين 70 مليون او 70% من جمهور الكوره ومحدش قرب منه ولا حد قال له تحقيق ولا حد ما قالوش تحقيق ولا كلام منه؟ لا تشعر الناس ان عند الهزيمه كل مؤسسات الدوله بتنتفض ضد معلق المباراه، سابوا كل حاجه، سابوا كابتنون بسبب الهزيمه، سابوا محمد ابو جبل اللي مصطفى تراجع، سابوا خط الدفاع اللي ما جاش، سابوا المستوسي اللي واخد عقد مالي خيالي وجاب جولين اتنين في نفسه من خلال ضربتين جزاء، سابوا كل حاجه في الماتش ومسكوا في المعلق. ده شيء غريب جدا، ده شيء غريب جدا بصراحه يعني، بصراحه. فاعمل اطلب راجل التحقيق وما حددش معاه، بس لا احنا هنأدبك عشان ايه؟ ما انت كنت ممتع في المباراه. حد خد باله من حد البطيشه مثلا اللي ما حدش اتفرج عليه؟ ليه؟ الناس ما عندهاش شيء من الابداع ولا عندها شيء من الابتكار. ده دلوقتي مدحت شلبي هو المعلق الوحيد اللي موجود على الساحه اللي من